إذا سمحت لي بس سؤال في مسألة اللوائح الداخلية. طيب شوف اللوائح الداخلية أجي تتكلم مع مثلا أعطيك مثال، أنا كنت مع واحد من رجال الأعمال كنت أتكلم معه قال أنا ما عندي لوائح داخلية، موظف ما يعرف وش حقوقه وش واجباته وش اللي عليه وش اللي عليه، حنا خلاص إجازة 30 يوم خلص سنة لك 30 يوم وأعطيك راتب شهر وانتهت السالفة، خلص عقدك جددت عقدك وانتهت. طيب مخالفات ما مخالفات في الأمور أصلا في النظام الإجازة مش 30 يوم، هذه واحدة من الشغلات، إجازة 21 يوم بعد 5 سنوات تزداد إلى 30 يوم. في أشياء بس هو مش مطلع عليه لأنه هو مش مجاله، يقول لك أنا بضيع وقتي. في بعض رجال الأعمال بالعكس يدخل في كل التفاصيل على أساس يكون عنده على الأقل دراية وش الوضع اللي صاير. اللائحة الداخلية أهم الأشياء اللي موجودة في اللائحة الداخلية تربط لك العلاقة اللي موجودة في نظام العمل ما بينك أنت كصاحب عمل والعامل، إيش اللي له وإيش اللي عليه، وش الإجازات، أنواع الإجازات، وش نوع العلاقة التعاقدية اللي بينك وبينهم، وش حقوق الواجبات، وش المخالفات، ترى موجودة في موقع وزارة العمل، بس مجرد أنك أنت كيف أنك تأخذها وتحطها على شيء يناسب البزنس حقك. أنا أعرف مطاعم وبفرع واحد عندهم مسوين لائحة داخلية، أي جو الموظفين تعالوا هذه اللائحة الداخلية، بكرة لما تصير في شكوى ولا شيء لا تقولني أنا ما طلعتك، أنا أبري ذمتك قدام الله قبل كل شيء ثاني، هذه اللائحة الداخلية هذا اللي لك وهذا اللي عليك، هذا حسب النظام. مش كل واحد بيجيك ترى بيكون قاري النظام وفاهم النظام وكل شيء، بس لا تعال الشركات الكبار الحين شو تسوي، تسوي برنامج أول ما يدخلون أول ما يتوظفون الـ يعني الموظفين الجدد تعطيهم زي الأورينتيشن بروجرام مدة مثلا 5 أيام، يوم مخصص مثلا للتعرف على زملاء العمل، يوم متخصص للتعرف على اللوائح الداخلية حقة الشركة وش اي وباكجراوند، يوم عن السيفتي، يوم عن هذه الأشياء. فهذه الأشياء هذه اللوائح الداخلية ما يبغى لها شيء، ترى اللائحة الداخلية ترى تقدر إذا ما مالك ما تبي تسويها عند أحد طرف ثالث مثلا وتدفع مبلغ، انسخ اللائحة الداخلية اللي موجودة في وزارة في موقع وزارة العمل، عدل عليها بناء على البزنس حقك، استغلي خذ لك يا أخي يوم يومين بناء في شيء ما يحتاج البزنس حقك شيله، اللي يحتاج البزنس حقك خله موجود، وتبي تتأكد أكثر تقدر ترسلها أصلا في لها بروسس معين تقدر ترسلها وزارة العمل تعتمدها وطبقها عندك. هذا يمكن أعطيك رقم صادم، ترى أنا أتوقع يمكن 80 إلى 85% من المنشآت الموجودة في السعودية مو بالصغار، صغار مو مطبقين، بتكلمك من المتوسط وفوق ما عندهم لوائح داخلية، ما عندهم لوائح، ما يدرون، ما يدري هو الموظف ما يدري وش إجازته، وصاحب العمل ما يدري وش السالفة هذه مسؤولية الـ HR، ولا كل مكان يقدر يوظف لك قسم HR ولا فريق HR احترافي ولا HR كامل، وعرفت بيقول لك يا اخي تكاليف علي، ينظرون لهم تكاليف تكاليف تكاليف. ما انت ترى فكره لو تيجي تراجع تشوف اكبر الشركات الموجوده على مستوى العالم الرئيس التنفيذي حقها تلقى الباك جراوند حق HR سابق باك جراوند حق HR